بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، ما هو الفرق بين الجن والشياطين؟ الحقيقة كثير من الناس يخلطون بين شيئين متشابهين ومختلفين بنفس الوقت. الجن أيها الأحبة هو عالم كبير جدا، أكبر من البشر، وخلق قبل البشر ربما بملايين السنين، نحن لا نعلم. هذا الجن أيها الأحبة خلقه الله وخلق له عقلا وكلفه، فكانت النسبة الكبرى منه غير مسلمين، لم يؤمنوا بالله، لم يطيعوا أمر الله، لم يلتزموا منهج الله. أنا الآن يعني دعوني أتأمل معكم من القرآن العظيم: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. الحقيقة أيها الأحبة، هنا نجد أن بعض الناس يتخذون الجن أولياء من دون الله. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. إذن هذه الآية تقول لنا إن الشيطان له نوعان: شيطان من الإنس نحن نراه ونتعامل معه وهو الشيطان بكل معنى الكلمة، لأنه يسلك سلوك الشيطان، يأخذ بيدك إلى جهنم، يضلك، يغويك. وللأسف اليوم أيها الأحبة نحن نرى مثال على ذلك وسائل الإعلام العالمية الذين يتحكمون بمعظم هذه الوسائل الشياطين من الإنس، لأنهم يصدرون الإلحاد والشذوذ والكفر بالله والكفر باليوم الآخر. لذلك هؤلاء شياطين الإنس نحن نراهم، هناك شياطين من الجن لا نراهم. وشياطين الإنس أخطر من الجن على فكرة، لأن شيطان الإنس قد تتحدث معه ويغويك ويضلك كما نرى في شبابنا اليوم. يعني مثال على ذلك مقطع على يوتيوب فيه لهو وعبث وبعد عن ذكر الله، تجد الملايين يتابعونه، هذا إغواء لهم وإضلال لهم من قبل شياطين الإنس. بينما تجد مقطع يدعو إلى الله ويدعو إلى ذكر الله، تجد عدد المشاهدين قليلا جدا. ما هو السبب في ذلك؟ السبب أن شياطين الإنس يعملون من جهة وشياطين الجن يعملون من جهة. هنا أيها الأحبة، هذا الشيطان من الإنس يتعامل مع هذا الشيطان من الجن، طبعا ليس التعامل مباشر، يعني هو لا يكلمه مباشرة لأنه لا يراه، ولكن هذه الأفكار، يعني عندما يجتمع مجموعة من شياطين الإنس ويمكرون ويخططون ليروجون مثلا، أو ليروجوا للإلحاد، ليروجوا لنظرية التطور التي يعني بالمنطق وبالعلم هي غير صحيحة، يريدون أن يقولوا لك إن الله لم يخلق هذا الكون، وجد بالمصادفة وتطور بالمصادفة، ولا داعي أصلا لتبحث من هو الله. لذلك تجد كل الأبحاث، يعني للأسف الأبحاث العلمية اليوم اسم الله لا يوجد فيها، هذا قمة العبث، يعني أنا أسميه ليس علم حديث، هذا عبث علمي. كيف تهملون اسم الله وهو الخالق سبحانه وتعالى؟ تنكرون الخالق الصانع عز وجل. لذلك هؤلاء أيها الأحبة يجتمعون معا شياطين الإنس والجن، وتجد يعني إيحاء لبعضهم. لذلك قال تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. لا تظن أن الله غافل، أن الله غافلا عن هؤلاء، لا تظن أن الله لا يسمع هؤلاء أو غير قادر على إيقافهم، لا، هو يتركهم، لأن الله تعهد
أنه سيعطيك الحرية الكاملة أيها الإنسان، افعل ما تشاء، افعلوا ما شئتم، افعلوا ما شئتم، ولكن هناك يوم سينادي فيه الملك سبحانه وتعالى ويقول لمن الملك اليوم، ولا أحد يجيب، فيجيب نفسه عز وجل ويقول لله الواحد القهار. الحقيقة أيها الأحبة، يوم القيامة أنا فقط أريد أن أخاطب الذين يؤمنون بعالم الجن. هو عالم الجن موجود، ولكن ينبغي أن تعتبره أنه عالم ضعيف لا تأثير له على المؤمن ما دمت أنت مؤمن. فإذا لم يكن لك ثقة بنفسك أنك أنت مؤمن، سيؤثر عليك عالم الجن. لا تثق بنفسك ولا تثق بالله عز وجل. ويوم يحشر، ويوم يحشرهم جميعا، يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس، إذن هنا الإنسان الذي هو شيطان الإنس قد يكون وليا أيضا للجن، قد يعلم الجن، يعلم الشياطين. يعني الإغواء ليس فقط من شياطين الجن أو الشيطان الذي نعرفه، بل هناك شياطين من الإنس أسوأ من الجن أيها الأحبة. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. ما هو الجواب أيها الأحبة؟ يجب أن تتخيل، يعني أخي الحبيب، إذا كنت تعتقد أن الجن يؤثر عليك، ينبغي أن تتخيل أن هذا الجن سيكون موقفه هكذا يوم القيامة. يقول الله تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. النار مثواكم، إقامة دائمة. يوم القيامة سيخاطبون هؤلاء الجن، سيخاطبون ويقال لهم يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي؟ هذه الآية أيها الأحبة تجعلنا نعتقد أن هناك رسل للجن أيضا وليس للإنس، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. كما أن البشر لهم رسل وأنبياء، الجن أيضا لهم رسل وأنبياء. ألم يأتكم رسل منكم، الخطاب للجن والإنس معا، يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. ولكن النبي الخاتم الذي أرسل للجن والإنس هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الجن كان لديهم أنبياء من قبل، وكان لديهم رسل ومنذرين وجن صالح، ولكن عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء بشيرا ونذيرا ونبيا ورسولا للإنس والجن. ولذلك عندما استمع نفر من الجن للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا؟ وأنا كنا نقعد منها، أي من السماء، مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. الآن يعني عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم توقفت قدرات الجن وسيطرتهم ومعرفتهم للغيب التي كان، يعني كان الله سبحانه وتعالى سمح لهم بشيء منها من قبل، كل هذا توقف أيها الأحبة. فالجن لا يعلم الغيب، ولو علم الغيب كما في قصة سليمان عليه السلام، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. سيدنا سليمان مات والسنوات ولم يعلموا بذلك، إذن لا يعلمون الغيب. ماذا يقولون في ذلك الموقف؟ قالوا شهدنا على أنفسنا. الملحد من الجن والإنس سوف يشهد على نفسه، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. إذن أيها الأحبة،
الجن عرفنا أن منهم أنبياء ورسل وصالحون، ومنهم جن كافر. أسوأ أنواع الجن هو الشيطان. يعني الجن الكافر عالم كبير قائم بذاته. أسوأ نوع من أنواع الجن الكافر هو الشيطان، شيطان الجن. وأسوأ نوع من أنواع البشر الكافر هو شيطان الإنس، يسمى الشيطان. كلمة شيطان وكأنها صفة تأخذك إلى أسوأ ما يمكن أن تتصوره. لذلك في القرآن الكريم، يعني عندما تبحث عن كلمة شيطان مثلا، ماذا تجد؟ يعني إذا بحثنا عن كلمة شيطان تجد أن كل الآيات التي ذكر فيها الشيطان كأن الله يذكر الكافر، له عذاب جهنم، ويعني الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، هو عدو لك. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء مثلا. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. اليوم قضية الوسواس، هذا القهر، يعني هذا الشغل الشاغل للشياطين أيها الأحبة. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذن خلاصة هذه الحلقة أيها الأحبة بكلمات قليلة: عالم الجن خلقه الله قبل البشر بسنوات طويلة جدا لا نعلمها، وأعطاهم حرية الاختيار وقال لهم اعملوا ما شئتم، ولكن بيّن لهم الطريق الصحيح. ثم خلق الله عالم الإنس وأعطاهم حرية الاختيار وقال لهم اعملوا ما شئتم، ولكن أيضا بيّن لهم طريق الجنة وبيّن لهم طريق النار. ولكن للأسف معظم هؤلاء من الجن اختاروا طريق النار، ومعظم هؤلاء من الإنس اختاروا طريق النار. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. إذن حتى الجن لهم قلوب، هذه لمحة قرآنية. ولهم أعين لا يبصرون بها، الجن له أعين أيضا ولكن لا يبصر بها، لا يبصر بها الحق. ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. إذن أيها الأحبة، إذا كنت مؤمنا حقيقيا، ثقتك بالله قوية جدا، وتثق أنك مؤمن بهذا الخالق العظيم، وتصدق كلام الله عز وجل، فينبغي أولا أن تحذر هذا العالم، عالم الجن وبخاصة الشياطين، تتخذهم أعداء لك، لا تخف منهم أبدا. الذي يخاف من الله لا يخاف من عباد الله من أي نوع كان. لذلك إنما ذلكم الشيطان يخوف من؟ يخوف المؤمنين؟ لا. يخوف المتقين؟ لا. يخوف من يقرأ القرآن؟ لا. يخوف أولياءه، يخوف أولياءه، من يعتقد به. يعني أنت تعتقد أن الشيطان يضرك، ستجد حياتك أصبحت تعيسة. تعتقد أن عالم الجن يؤثر عليك، ستصبح حياتك اكتئاب ووساوس وغير ذلك. يجب أن تعتقد أن هذا العالم ليس له أي تأثير عليك، وبالتالي تطبق هذه الآية وتكررها: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.